طيب معايا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري. نهنيه على الفوز الكبير اللي عمله النهارده فريق المصري على فريق كبير جدا في القارة الأفريقية هو فريق مازيمبي الكونغولي. فوز كان محترم جدا، فوز كان رائع جدا، فوز كان أداء ونتيجة، وكان ممكن النتيجة تبقى أكبر من كده كمان. كابتن كريم صباح الخير، مشرف ومنور. يا كريم والله يبارك فيك، ومتشكر قوي على المداخله الجميله دي، وانت عارف من الناس اللي مكانها في قلبي يعني من زمان جدا والله. يا حبيبي يا كابتن كريم، والله انا فرحت النهارده جدا وانا بتفرج على المصري، فرحان بالنتيجه وفرحان اكثر بالاداء. الاداء كان رائع جدا من المصري قدام فريق زي ما قلت عشان الناس بس ما تكونش ناسيه، مازيمبي من الفرق الكبيره جدا من فرق الصف الاول في القاره الافريقيه. حبيبي يا كريم، وده يمكن حال جمهور بورسعيد كله على فكره، يعني مش اي حد يعني بيتفرج، وانا عارف ان مصر كلها كانت النهارده ورا النادي المصري، واي حد بيشارك في ابطال افريقيا او في استراليا كلنا في ظهره طبعا. والحمد لله يعني اللعيبه النهارده كانوا رجاله. قبل اللعيبه طبعا حابب اشكر الجمهور اللي سافر المسافه دي كلها وجم بعدد كبيره جدا، فالحمد لله على المكسب الجميل والاداء الاجمل النهارده، وخصوصا كمان انت عارف بعد فتره كبيره جدا من يمكن عايز اقول لك التعادلات اللي كنا او الخساره اللي كنا بنعملها في كاس الرابطه دي برضه اثرت على الجماهير بشكل كبير، اثرت على الفريق بشكل كبير، اثرت على الحاله عموما. طلعنا بعدها للقطن الكاميروني كان تعادل انا شايفه الحمد لله يمكن ربنا كرمنا بيه. رجعنا من القطن لعبنا سيراميكا ب 11 لعيب تانيين خالص غير اللي لعبوا، لان ضغط الماتشات حطينا في الظروف دي، ويمكن الحمد لله ظهر 11 راجل تاني في لعيب النادي المصري. فالحمد لله يمكن ربنا كلل جهدنا وجهد الكابتن معين شعبان في الفتره الاخيره دي بمكسب النهارده والاداء اللي انت اتكلمت عنه كريم العظيم بقى بصراحه. واكلمك بصراحه شديده كابتن كريم، واكلم الساده المشاهدين بصراحه شديده، لما وقعتوا في المجموعه دي، المجموعه دي صعبه جدا، انت معاك تحديدا مازيمبي وفريق القطن الكاميروني، فريقين متمرسين جدا في البطولات الافريقيه وفي دوري ابطال افريقيا كمان، وعارفين يوصلوا نهائي البطولات ديت وعارفين ياخدوها كمان، وفرق كبيره جدا. انا كنت قلقان جدا على المصري، بس المصري جمع اربع نقاط من الفرقتين الاكبر في المجموعه مازيمبي والقطن، وياخد نقطه من القطن على ملعبه، دي نتائج كانت رائعه جدا، واعتقد ان انت ده كان هو طموحاتكم انك تاخدوا اربع نقاط في المباراتين دول. الحمد لله طبعا، يمكن في الاول مباراه القطن الكاميروني يمكن كان في بعض الجماهير او بعض النقاد بيتكلموا ان احنا كنا لازم نكسب، فده في حد ذاته اصلا مكسب دينا، ان احنا ادائنا كان في الكاميرون بالمستوى ده، وان احنا كنا اخطر منهم على المرمى، لكن ما حرفناش الحظ، فالحمد لله قلنا النقطه باذن الله. انت عارف دور المجموعات انت بتحاول تلم بنص على قد ما تقدر. انا عايز اقول لك ان فريق مازيمبي فريق متمرس، فريق اصلا يعني مكانه في ابطال افريقيا على طول، في حال النادي المصري في حال الانديه كبيره جدا. فرقه خلي بالك يمكن اول ماتش تخسره من 22 مباراه، بقالهم 22 مباراه ما خسروش، ده اول مباراه يخسرها من 22 مباراه، فكل الحاجات دي بتتضاف للجهاز الفني، بتتضاف للعيبه، بتحدد شكلك في الفتره اللي جايه بقى عامل ازاي، فكان فوز مهم جدا النهارده. كمان عايز تنهي الجوله دي وانت اول مجموعه، بتفرق كتير جدا مع جماهير النادي المصري واللعيبه والكابتن معين. ميزه ان انت يبقى معاك برضو مدير فني متمرس في البطولات الافريقيه وحامل لقب دوري ابطال افريقيا، ومعاه بطوله يعني معاه عفوا يعني شال بطولات لدوري ابطال افريقيا، فبرضو فكره ان يبقى معاك مدير فني متمرس في البطولات الافريقيه بتفرق كتير اكيد. طبعا طبعا طبعا، وفادت اللعيبه بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان هو دايما في وقت من الاوقات كان بينقل خبراته الكبيره جدا، بخلاف طبعا ان لعيبه النادي المصري يمكن الحمد لله في الفتره الاخيره دي اخر اربع خمس سنين باستثناء سنه، النادي المصري دايما كان بيشارك في الكونفدراليه، فالحمد لله ميكس كده معمول ما بين المدير الفني كابتن معين الشعبان والكابتن مجدي سراوي المساعد والجهاز الفني بالكامل، مع اللعيبه او 90% من اللعيبه اللي عندها الخبرات الافريقيه، فالحمد لله بتقدر تعدي. يمكن احنا كمان في المباريات اللي جايه او المباريات اللي فاتت ما بنبصش للمدى البعيد، لا احنا بناخد ماتش بماتش، فدايما احنا ماشيين كده، بنخلص ماتش بنقفل صفحته وبنخش في اللي بعده على طول. صحيح. كابتن الكبير كابتن كريم ذكري مدير الكره بالنادي المصري، انا بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك الفوز اليوم على فريق مازيمبي الكبير، فريق محترم جدا. طيب.